نشرة والأخبار، أهلا بكم. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسة جمهورية تشيلي ميشيل باشلي جيريا بمناسبة الذكرى الرابعة بعد 200 لاستقلال بلادها، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات التعاون والتشاور بين الجزائر والشيلي قصد منحها الحجم والعمق اللذين يرتقيان إلى مستوى الصداقة القائمة بين الشعبين. الحدث الوطني اليوم إذن اقتصادي اجتماعي، حيث اجتمعت الثلاثية